بنرحب بانجح منظم حفلات وليد منصور معانا في بوابه اخبار اليوم. ربنا يخليك، ده من ذوقك، شكرا ليك. دي مش اول جايزه انت تاخدها من الميما، دي خلاص دي بقت الجايزه بتاعتك كل سنه. لا يا دير جست، اما الميما دي اول مره السنه دي يعملوا فيها تنظيم الحفلات، والموضوع كان صعب شويه لان كتير جدا قدموا ان هم از اورجنايزر يعني، بس يعني في الاخر كان في منافسه بيننا وبين لبنان وتونس والمغرب، بس الحمد لله يمكن فرقت بشويه ودخلنا لجنه التحكيم، ولجنه التحكيم الحمد لله الثلاث اعضاء اختارونا يعني الحمد لله. دي جايزه بقى السنه دي مميزه جدا. بالظبط بالظبط، لان تعبنا فيها شويه يعني، احتاجت مجهود مننا شويه يعني، الحمد لله نفوز بيها يعني. كلمني عن اشهر حفلاتك عام 2004. حفل شاب خالد والحمد لله، وحفل الهضبة عمرو دياب اللي عملناه في قاعة الميزة، يعني دول يمكن أكبر إيفنتين اتعملوا، بس استنوني في شهر 8 إن شاء الله في مفاجآت كتير. نعرف شهر 8 هي الأخبار اليوم. احنا جايبين يوم 9/8 انريكي جلاسيز لتاني مرة في تاريخه في مصر، وفي شهر 3 اللي جاي إن شاء الله أو 4 لسه بنعمل ديل مع شاكيرا إنها تيجي موسى كوست إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا لك. سيدي دنيكي وليك. شكرا.